محمد فيضان الداسنوي ومحمد أحمد السكروي أن يتقدم على المنصة ويقدم أمامنا حوارا عربيا. محمد فيضان الداسنوي ومحمد أحمد السكروي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكريم، نريد في هذا الحفل المبارك أن نقدم محادثة جيدة على موضوع الفصل. هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد. يا أخي فابدأ أنت. متى تحضر الفصل يا صديقي؟ أنا أحضر الفصل على الميعاد. متى يحضر الأستاذ المبجل الفصل؟ وهو أيضا يحضر على الميعاد. كيف منهج الأستاذ في التدريس؟ أولا يسمع الأستاذ الدرس، ثم يكلف طالبا بقراءة العبارة القادمة ويفهم الدرس كاملا. هل يضرب الأستاذ على الخطأ؟ لا لا، الأستاذ عقوف ورقيق القلب جدا. هل يحفظ جميع الطلاب الدرس كل يوم؟ لا لا، الطلاب المجتهدون يحفظونه والمتكاسلون لا يحفظونه. هل تفهم الدرس تماما؟ نعم أنا أفهمه تماما بحمد الله. هل تحب منهج الأستاذ في التدريس؟ نعم أنا أحب منهج الأستاذ في التدريس. كم زميلا في فصلك؟ في فصلنا 38 زميلا. كم حصة تجري في اليوم كله؟ تجري في اليوم كله 8 حصص. أي كتاب يدرس في الحصة الأولى ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الأولى هداية النحو، ويدرسه الشيخ المفتي محمد ثناه الله القاسمي حفظه الله. أي كتاب يدرس في الحصة الثانية ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الثانية المرقات، ويدرسه الشيخ المفتي محمد أشرف القاسمي حفظه الله. أي كتاب يدرس في الحصة الثالثة ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الثالثة القراءة الواضحة، ويدرسه الشيخ المفتي محمد رضوان الغازي القاسمي حفظه الله. أي كتاب يدرس في الحصة الرابعة ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الرابعة زاد الطالبين، ويدرسه الشيخ شانذر القاسمي حفظه الله. أي كتاب يدرس في الحصة الخامسة ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الخامسة الدروس الشرفية، ويدرسه الشيخ المفتي محمد شعيب القاسمي حفظه الله. يا أخي هل لك أن تخبرني شيئا عن حياتك الدراسية؟ نعم لأخبرنك فاستمع. أولا قرأت القاعدة النورانية على حافظ في كتاب القرية، ثم استذهبت القرآن الكريم في ذلك الكتاب، ثم ألحقني والدي بالجامعة الإسلامية محمود المدارس مسوري بمديرية غازي أباد، فحفظت هنا القرآن الكريم على أيدي مقرئ ماهر. بعد الفراغ من حفظ القرآن الكريم جيدا، قرأت اللغة الفارسية لسنة واحدة، قرأت كتبا فارسية كثيرة،
من تيسير المبتدي وحمدباغي وغلزان تبستا وفندناما وغلستان السادي وما إلى ذلك. ثم إذ ذهقت بالصف الأول العربي وقرأت فيه كتب الفنون المختلفة من الدروس النحوية في النحو والدروس الصرفية في الصرف وآسان منطق في علم المنطق وشرح مئة عامل في فن الإعراب والبناء ومفيد الطالبين في فن الأمثال والأقوال العربية ومفتاح العربية في فن الأدب العربي. وأكتفي بهذا التعريف الوجيز وقد فرحت بلقائك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.